مرحبا أصدقائي، معكم كوثر، واليوم بفيديو جديد، فيديو حول موضوع الهجرة لكندا. هذا الفيديو سأتطرق لموضوع الهجرة لكندا وكل ما يخص الموضوع، فلذلك تابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو للدعم وليس أكثر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، مشاركة الفيديو مع صديق يهمه الأمر، فلنبدأ الفيديو. بطبيعة الحال عندما تفكر في الهجرة لكندا توجد عدة أسئلة تدور بأذهان عدة أشخاص يفكرون في الهجرة سواء لكندا أو أي بلد آخر. والآن أنا حاولت أن أجمع جميع الأسئلة المشتركة لأجيب عليها في هذا الفيديو، وبنفس الوقت سأعرفكم على قانون الهجرة للدولة الكندية بشكل عام. ومن بين الأسئلة التي تطرح علي والتي تتردد كثيرا هي أولا: كيف أهاجر لكندا؟ ما هي شروط الهجرة لكندا؟ ما هي البرامج المتاحة من طرف الدولة الكندية للهجرة لكندا؟ وما هي الأوراق المطلوبة للهجرة؟ هل يوجد قرعة لكندا؟ وهذا هو السؤال الذي يطرح بكثرة. أول شيء سأحاول أن أعطيكم فكرة صغيرة حول البلد. كندا هي ثاني أكبر دولة في العالم، وهي مشتركة بالحدود مع دولة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وكندا هي من بين أبرد الدول في العالم، تحتوي على 10 مقاطعات، وتوجد لغتان رسميتان لهذا البلد وهي الفرنسية والإنجليزية. أما بالنسبة لموضوع الهجرة لكندا، فالدولة الكندية توفر أكثر من 20 برنامج متاح ليلائم عدة فئات وعدة أشخاص، فلذلك المطلوب منك فقط أن تعرف ما هو البرنامج الخاص أو البرنامج الذي يلائم حالتك الشخصية. بالنسبة لموضوع كيف تختار برنامج يناسب حالتك الشخصية، تحت هذا الفيديو سأضع الرابط، رابط اختبار، هو اختبار متاح من طرف الدولة يمكنك من تقييم حالتك الشخصية، وهو يتوفر على بعض الأسئلة يعني، ومدته حول 15 حتى 20 دقيقة، والأسئلة خاصة عامة هي حول سنك، جنسيتك، دراساتك، شهاداتك، اللغات التي تتقنها، وخصوصا اللغة الفرنسية والإنجليزية كما ذكرت في بداية الفيديو لأنها اللغات الأساسية أو الرسمية لكندا. وأيضا إذا كانت لديك خبرة عملية يعني خبرة بالعمل، وأسئلة حول الأسرة، حول أسرتك، وإذا كان لديك عروض عمل. ومن خلال هذا الاختبار سيمكنك التعرف على البرنامج الذي يتلائم مع حالتك. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فما هي شروط الهجرة؟ لكل برنامج شروطه الخاصة، ولكن هناك بعض الشروط المشتركة، بعض القواسم المشتركة بين كل هذه البرامج. ومن بين هذه الشروط هي اللغات التي تتقنها، ما بين الفرنسية والإنجليزية طبعا، ويجب تقييم إتقانك للغة عبر اختبارين. بالنسبة للغة الفرنسية فهناك يوجد اختبار TCF، وبالنسبة للغة الإنجليزية اختبار IELTS، وكلا من هذين الاختبارين يعطيك أو يضيف النقاط لملفك الذي ستدفع من أجل الهجرة لكندا. وبطبيعة الحال الشرط الثاني هو مستوى تعليمي جيد، يعني يجب أن تكون حاصل على دبلوم أو شهادة في مجال ما، ويجب طبعا معادلة أو تقييم الشهادة ليصبح معترف بها من طرف الدولة الكندية. الشرط التالي هو خبرة مهنية، يعني خبرة في مجالك، مجال دراستك وإلى آخره. وبطبيعة الحال سجل جنائي نظيف، لأنه عندما ستبدأ في الإجراءات سيكون هناك اختبار أمني، فلذلك يجب أن تتوفر على سجل جنائي نظيف. والشرط التالي هو خلوك من الأمراض التي تمنع على حاملها دخول كندا، وهذا سيكون من خلال كشف طبي في مراكز معتمدة. والشرط الأخير هو مبلغ مالي محترم يسمح لك بالهجرة لكندا وتحمل تكلفة الهجرة. وكما ذكرت في الفيديو السابق، يعني المبلغ المالي يجب أن يكون
يكفيك ويكفي أسرتك إذا كان لديك أسرة بطبيعة الحال. والآن سنمر للبرامج المتاحة من طرف الدولة. سأتكلم عامة على البرامج، أما بالنسبة للديتيلز للتفاصيل سأتكلم على كل برنامج على حدة بفيديوهات قادمة إن شاء الله. أما بالنسبة لبرامج الهجرة لكندا، أولا الدولة الكندية تتوفر على كما ذكرت في أول الفيديو تتوفر على عدة برامج، أي أكثر من 20 برنامج. وأول برنامج هو برنامج رعاية الأسرة، وهذا تعرفه يعني لم شمل العائلة في كندا عن طريق تقديم أحد الأقارب سواء كان الزوج أو الأولاد، طلب للجوء الوالدين أو الزوج، ويجب على الشخص الذي يقدم هذا الطلب أن يكون سواء مقيم بكندا يعني لديه الـ PR Permanent Residence أو أن يكون مواطن يعني Citizen، وأيضا الزوج والزوجة إذا كان أحدهما هنا بكندا فبإمكانه أن يساعد أو يساهم في جلب الطلب الطرف الآخر إلى كندا أيضا. والبرنامج الثاني هو برنامج الترشح أو برنامج الترشيح. بالنسبة لهذا البرنامج ذكرت فقرة منه أو بعد من تفاصيله بالفيديو السابق حول الهجرة للمقاطعات أو المقاطعات التي تريد أن تجلب مواطنين أكثر والتي لديها خصائص في اليد العاملة، فلذلك برامج الترشيح هي أيضا من بين هذه البرامج. هي بالنسبة للمقاطعات طبيعة الحال بالنسبة للمشاركين يجب أن تكون لديهم علاقة مع واحدة من المقاطعات المذكورة بالفيديو السابق سواء عرض عمل، دراسة أو شيء من هذا القبيل، وأيضا عن طريق الإكسبرس أنتري التي سأتكلم عليها بفيديوهات مقبلة إن شاء الله. البرنامج التالي هو هجرة الكيبك. مقاطعة الكيبك هي مقاطعة منفردة بسياستها ولها شروطها الخاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة، فلذلك بعيدا وهي أيضا مستقلة وبعيدة عن المقاطعات الأخرى بالنسبة لهذا الموضوع ومواضيع أخرى أيضا، فلذلك يمكنكم تقديم طلب الهجرة لهذه المقاطعة مباشرة لأحد البرامج الهجرة الخاصة بها. أيضا سأضع لكم رابط الحكومة لمقاطعة كيبك لتكتشفوا الهجرة لمقاطعة كيبك وشروطها أيضا الخاصة. ومن بين البرامج المتاحة بمقاطعة كيبك هناك برنامج أو برامج العمال المهاجرين، برنامج الخبرة يعني خبرة هنا بكيبك، وأيضا برنامج الأعمال بزنس انتري. واخر برنامج سنتكلم او سنتطرق اليه بهذا الفيديو سيكون الهجرة بدافع الدراسة. الهجرة برنامج الهجرة للدراسة او الهجرة للدراسة هو اسهل برنامج من بين البرامج كلها وهو اسرع برنامج لانه يمكنكم من الحصول على الفيزا باسرع وقت اذا كانت تتوفر فيكم شروط الهجرة بدافع الدراسة إلى كندا، وهو أيضا يساعدكم على الحصول على الـ PR أو الـ Permanent Residence أو الإقامة الدائمة بسهولة كاملة جدا بعد الانتهاء من الدراسة، وطبعا هو يساعدكم على التأهل لهذا الموضوع يعني موضوع الإقامة الدائمة إذا لم تكن تتوفر فيكم الشروط السابقة بالنسبة للبرامج التي تكلمت عليها سابقا في الفيديو. فهذا البرنامج سيؤهلكم للوصول لمرحلة الإقامة الدائمة أو للهجرة لكندا عامة وبسهولة كاملة جدا. والبرنامج التالي هو برنامج الدخول السريع لكندا أو الإكسبرس أنتري، وهذا البرنامج هو أسرع برنامج للهجرة من بين هذه البرامج التي تكلمت عليها يعني أسرع برنامج بعد الهجرة للدراسة، وهو نظام حديث لإدارة طلبات الهجرة الاقتصادية. ركزوا على هذه الكلمة، هو نظام حديث لإدارة طلبات الهجرة الاقتصادية، وقد تم تقديمه من طرف الحكومة الفيدرالية الكندية سنة 2015،
ويجب على الشخص أن يقدم طلبه تحت البرامج المتاحة بهذا البرنامج. يعني توجد عدة برامج تحت برنامج واحد وهو الإكسبرس أنتري. وإذا كان الشخص يتوفر على الشروط المطلوبة سيتم دعوته من طرف الحكومة الفيدرالية إلى تجمع الدخول السريع. وبعد هذا سيتم تقييم ملفه وترتيبه مع الأشخاص أو مع المترشحين الباقين الآخرين. وبعدها يقوم قسم الهجرة أو اللاجئين والمواطنة الكندية بإصدار دعوات التقديم إلى أفراد معينين بعد إجراء السحب عليهم. وهذا السحب لا يكون عشوائي بطبيعة الحال، فالسحب يتم على الشكل التالي. يعني إذا كنت تتوفر فيك شروط البرنامج بشكل كامل فستكون من أول الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم للهجرة لكندا. أو بعد هذه المرحلة سيكون مع الشخص 90 يوما للحصول أو لتقديم طلب عن طريق الإنترنت فقط للحصول على الإقامة الدائمة، وبعدها يمكنه الهجرة مباشرة إلى الأراضي الكندية. وهذا البرنامج كما سبق وقلت أنه برنامج سريع جدا، يعني الإكسبرس أنتري، يتم الحصول عليه أو يمكنك الحصول على الإقامة الدائمة في مدة 6 أشهر فقط. يعني كل المراحل التي ستمر منها هي مدتها 6 أشهر فقط. وهذا طبعا إذا كانت تتوفر فيك جميع الشروط المطلوبة في هذا البرنامج. أما السؤال الأخير والسؤال المهم والأهم أكثر والذي تم طرحه كثيرا جدا من طرف عدة أشخاص، هو سؤال هل يوجد قرعة لكندا؟ للأسف أصدقائي لا يوجد أي شيء اسمه قرعة أو أي شيء من هذا القبيل، فلا تصدقوا النصابين لأنه يوجد الكثير منهم، وأنا دائما أطلب منكم اتخاذ الحذر بالنسبة لهذا الموضوع. لا تصدقوا أي أحد يخبركم بأنه يوجد قرعة لكندا. إذا أردت الهجرة لكندا فهناك كما ذكرت في هذا الفيديو برامج وشروط يجب عليك أو يجب التوفر عليها لتقديم طلب ملفك أو ملف الهجرة لكندا فقط، لا يوجد أي شيء آخر، لا يوجد شيء يسمى بالقرعة، فلذلك اتخذوا الحذر أصدقائي. وقد كان هذا كل شيء بالنسبة لموضوع الهجرة لكندا. أتمنى أن يعجبكم الفيديو من كل قلبي، وإذا أعجبكم لا تنسوا الإعجاب، الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، مشاركة الفيديو مع صديق، وأراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله. باي.